السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم فراس فرحان من قناة الفردوس للزراعات النادرة. إخواني المتابعين، إخواني المشاهدين، بدي أعلمكم طريقة زراعة بذور الكستنة. أول إشي إخواني المتابعين، بنجيب بذور الكستنة وبنضع بذور الكستنة داخل الماء علشان البذرة اللي بتكون طايشة على وجه المي بتكون مش قابلة للزراعة. البذرة اللي بتكون غرقت داخل الماء ودخلت داخل الماء واستقرت، هذه بتكون 100% فعالة و100% قابلة للزراعة يا اخوان المتابعين. وبعد هيك اخوان المتابعين، بنجيب محارم الفاين، نضع البذور اللي قابلة للزراعة داخل الفاين بهذه الطريقة إخواني المتابعين. بعد ما بنضع البذور داخل الفاين ومحارم الفاين، بنضع هذه داخل علبة بلاستيكية صغيرة وبنضع عليها الماء علشان بتكسب رطوبة وبتكسب حرارة وما بتعفن الجذوع والبراعم اللي بدها تطلع يا اخواني المتابعين. من احد الطرق الناجحة والمجربة والفعالة 100%. بناخذ الفاين بنضعه داخل العلبة البلاستيكية لمدة شهر، مدة 15 يوم بتكون بلشت بتطلع البراعم اشي خفيف، لكن احنا بنخليها لشهر وتكون النتيجة ان شاء الله نوريكم اياها بعد شهر، تكون النتيجة 100% ناجحة ان شاء الله. اشجار الكستر يا اخوان المتابعين، هذه الأشجار على ارتفاع 700 متر، 650 وما فوق بتقدر تزرع هذه أشجار الكستنة، وبتستحمل البرد وبتستحمل الحرارة، بتحب ضوء الشمس وبتستحمل البرد. إخوان المتابعين، بنضع هذه العلبة البلاستيكية داخل البيت على حرارة البيت، بتكون إن شاء الله فعالة وإن شاء الله بتكون نتيجة ناجحة 100%. إخواني متابعين، هذا بعد 15 يوم البرعم كان خفيف، بعد 15 يوم بيكون البرعم لسه خفيف، بعد شهر النتيجة بتكون هذه النتيجة، بعد شهر إخواني متابعين هذه النتيجة 100%، وهي الآن قابلة للزراعة. بعد شهر بتكون قابلة للزراعة. الآن إخوان المتابعين، بدي أعلمكم وبدي أشرح لكم كيف بدي أزرعها بالقصيص البلاستيك. أول إشي إخوان المتابعين، بنجيب قصيص بلاستيكي، وبعد ما بنجيب القصيص البلاستيكي بنجيب تربة البتمس. تربة البتمس يا إخوان المتابعين هي مفيدة جدا ل البذور. بدك تزرع فيها اي بذور او اي اقلام، ان كانت مشمش، ان كانت اقلام تين، وان كانت بذور الحمضيات، بذور اللوزيات، اي نوع من البذور بتقدر تزرعه في هذه التربة، هذه التربة بتكون مفيدة جدا. بعد هيك اخوان المتابعين، بنضع البذرة وبنحط عليها تربة خفيفة من البتمس، وما بنكثر عليها تربة البتمس، بتكون خفيفة. بهذه الطريقة يا اخوان المتابعين بنحط التربة على وجهها، بتكون خفيفة، ما بنكثر عليها، وبنغرس البذرة داخل القصيص.
خلي البذرة على وجه الأصيص وبنضع عليها تربة خفيفة. بعد هيك يا أخواني المتابعين بنرويها بالماء إشي بسيط وما بنكثر عليها ماء علشان ما بتعفن عنا. وهذه النتيجة بعد يا أخواني المتابعين شهرين بعد ما وضعتها داخل الأصيص مع تربة البتمس، استمريت على سقايتها بالماء على إشي خفيف ما بنكثر عليها ماء علشان ما بتعفن الجذور وعشان ما بتعفن نفس البذرة. إخوان المتابعين تابعونا على قناتكم قناة الفردوس للزراعات النادرة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.